احنا بدل ما نضغط على اسرائيل نضغط على انفسنا. انا هي 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 خطوره المساله بانه هو مساله اللاجئين هو اكثر الملفات تعقيدا في مباحثات الحل النهائي سواء الثنائيه او المتعدده وباي مستوى من المستويات. يعني فلسطين ماضيه كانت في مخططها لاخلاء اسرائيل عفوا ماضيه في مخططها لاخلاء الارض الفلسطينيه منذ الاحتلال سنه 67، وهذا ما نتحدث عنه الآن اللي هي بطاقات إحصاء الجسور الأردنية. نعم. هي جاءت استكمالا لما بدأته إسرائيل عام 67 بإحصاء المواطنين المقيمين في الأراضي العربية المحتلة. نعم. اللي أحصتهم في 100,000 أحصتهم وإحنا كملنا من أرقامها. يعني إحنا لما كنا بلد واحد ما كان في حاجة للأردن لهذا الإحصاء الكثيف لمكان الإقامة لحتى يعرف الشخص وين موجود. كان زي ما تفضل ابن الخليل يعيش بالصلق ولا يعيش في ماذا ما فيش هذه المشكلة موجودة. وللآن بنعرف إحنا أنه أشخاص من أصول شرق أردنية واضحة أقاموا في فلسطين ولا زالوا مقيمين فيها وأبنائهم الآن تشابه أسماء العيال. بقول لك هذا ابن عمي القريب اللي موجود في الكرك ولا اللي موجود في معان ولا اللي موجود في الرمثة موجود فيها. نعم. الآن نحن إلى أي مدى بدنا إحنا نخدم القضية الفلسطينية وندفع باتجاه مسارات الحل النهائي؟ نعم. هذا لا ينبغي بحال أن يكون على حساب الحقوق الآنية للناس للمواطنين، لأنه هذه قضية يعني عمرها سنين طويلة والأردن أساسية يا دكتور يا أستاذ أسام. بس بدي أسألك كمان بنفس السياق بنفس السياق، هذا الاحتقان اللي احنا شغالين فيه على بعض في هذا في هذه الموضوع تحديدا، لماذا لا يوجه بشكل أساسي إلى الدولة المحتلة؟ احتقاننا يوجه للدولة المحتلة. نعم. يعني سؤال في مكانه، وأنا قلت لك قبل قليل أنا أعتقد وأزعم اعتبرني أزعم يا أخي أن هذا الاحتقان منتج غير صحيح غير حقيقي. لا يوجد مشكلة إطلاقا اسمها تجنيس سياسي للفلسطينيين في الأردن على الإطلاق، لا نعرف بذلك. هناك إنتاج لحالة وهمية وهناك يعني مواقف سياسية تتخذ ثم يتم اختلاق أعذار ومسوغات يعني لهذه المواقف. مسألة التصريح إذا بتسمح لي دكتور، يعني أخونا قبل شوي على الهاتف بيقول انه انا ما بتعرفوا كم عدد الناس اللي موقعين تعهدات انهم يجددوا التصريح. انا عندي سؤال بسيط، احنا موقعين اتفاقية مع اسرائيل، احنا بننسق مع اسرائيل امنيا واستخباريا واقتصاديا وشو بدك وحدوديا وسياحيا كل انواع التنسيق، وعندنا سفارة في تل أبيب وفي لهم سفارة في عمان. معقول الحكومة الأردنية لا تناصرني أنا كمواطن ضحية لسحب جنسية للضغط على إسرائيل لتجديد تصريحي؟ يعني أنا نفسي أفهم لماذا لا نفعل ذلك. طب ما هي الحكومة أقوى مني، خليني أنا خليت توقف معي حكومتي عندما تسحب جنسيتي لكي أستقر يا أخي في فلسطين وأحافظ بالتالي على الـ على الـ على الهوية الوطنية الأردنية. أنا أقول كل هذه المظاهر التي سميتها أنت احتقان تريد إبعادنا عن الحقائق الأساسية وجوهر الصراع. إسرائيل هي العدو. نعم. وهي الأساس في هذه المأساة. نعم. ولكن رجاء تكرار هذه الجملة، من إسرائيل هو العدو؟ هي العدو. إسرائيل هي العدو رقم واحد وفي كل الأحوال. لكن وبعض الإجراءات الإدارية غير مفهومة غير المفهومة التي يتخذها موظفين صغار يا أخوان. هاي في الحالة اللي بدك تحكي فيها، في هناك حالة مصورة على الإجراءات الإدارية، نرى الصورة المصورة، حالة مصورة لهذه الإجراءات نراها معنا على الشاشة. إجا أخوي في شهر 6 يعمل جواز سفر لابنه، فتفاجأ انه اخذ الجوازات منه. لما قدم جواز سفر لابنه تجديد حولوه للمتابعه والتفتيش، لما وصل المتابعه والتفتيش حكوا له انت معك تصريح الضفه، حكى لهم بحمل يعني كان معي، يعني حكوا له هات الجوازات، اخذوا الجوازات منه وخلوهم يجددوه بدون رقم وطني. تفاجأ انه ما في رقم وطني معه، فراجعهم حكوا له لازم تجيب التصريح، حكى لهم تصريح الضفه انا من 79 طالع وما معي تصريح للضفه الغربيه، حكوا له لازم تجيبه. طب كيف اجيبه ضايع التصريح، انا سنة 90 صار حرب الكويت وضاع تصريحي مني، حكوا له لازم تجيب التصريح. حكينا ان شاء الله يعني اذا قدرنا، يعني حكوا له انزل على نابلس وبتقدر تجيبه. طبعا هو ما بيقدر يسافر، انا سافرت انا اخته. طبعا لما نزلت على الضفه في 2/2 عملت له هاي الورقه اللي هي بتثبت انه لا يحمل التصريح ولا الرقم الوطني، يعني هويه اسرائيليه ما معه، ما رضوا يعطوني. حكوا لي هاي الورقه انه هو طلب لم شمل، هو ما معه يعني لم شمل.
فلما راجعت المتابعة والتفتيش قبل أسبوع 10 أيام حكوا لي إنه ما بنقدر نعطيه إلا بعد 10-15 سنة لما يطلع له تصريح الضفة الغربية بيجي براجعنا. فطلعت لمسؤول هناك في غرفة 15 حكى لي تصريحه لازم يجي. طب ما معه تصريح؟ صورة. ما معه صورة؟ حكى لي آخر واحد موظف حكى لي روح راجع الجوازات، وأنا هين عم براجع في الجوازات وبكرة عندي موعد في الجوازات أروح أراجع أشوف شو الجوازات تحكي لنا. فهلا صفى أخوي لا معه كرت أصفر ولا أخضر. أول معاناة يعني اللي هي بنته يعني توجيه جابت 95 في توجيه علمي وما قدرتش تقدم لأي جامعة حكومية هون بما إنه ساحبين الجنسية منها. بعدين ابنه الكبير يعني في أمريكا برضو إجى يجدد له الجواز تأخر أسبوعين ثلاثة صار عنده مشكلة في الجامعة عنده هناك، يعني صار هلا صفى في الجامعة مش قانوني يعني في أمريكا. بعدين عنده ولد كمان ثالث هلا السنة الجاية توجيه، يعني حتى الولد بدوش يدرس، يعني شو بده يدرس؟ يعني صارت الولد نفسيته تعبت، بقول لك انا اذا بجيب معدل يعني اختي خاصه وانا ما بقدرش اروح خاصه يعني، فبدهم رقم الوطن يعني بحاجته كثير هم يعني للاولاد يعني خصوصا للاولاد. هذه الاجراءات الاداريه اللي مثل هذا النوع التي تتخذ بالعتمه وبدون مبرر ومن صغار الموظفين ومن خلف احيانا وزير الداخليه وبدون علمه ومن خلف مجلس الوزراء، مثل هذه الاجراءات هي التي تخدم في الواقع المشروع الصهيوني، هي التي تخدم قضيه هذا المشروع الصهيوني المعاديه للشعبين الاردني والفلسطيني. انا ما بحمي فلسطين دكتور باجراءات غير قانونيه من هذا النوع، انا بحمي فلسطين لما اعمل اجراءات غبيه اتخذت بالعتمه بهذه الطريقه غير القانونيه لكي تصنع احتقان ومشكلة في داخل الأردن. الوحدة الوطنية هي اللي بتواجه العدو الإسرائيلي، مش المواطن اللي بيشعر أنه جنسيته ممكن تروح في 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 أي وقت. أنا عندي حالات أسوأ يا سيدي، هيها بدرجي حالة بدي أسأل إذا سمحت. وزير الداخلية يقول أيضا لا أضمن أن هناك أخطاء حصلت نتيجة تصرف موظف أو صاحب حق تقاعس عن حقه، مؤكدا ان حق المواطنه مصان ولا يمس بشكل من الاشكال. هل يعاقب الموظف وشو صاحب الحق تعاقب؟ وين يروح؟ ما زال راعي محكمه العدل العليا وحكوا له بحصامي اختصاص وبلفوا على يعني 4-5 محلات. واضافه انا بشوفها ايضا، انا بشوفها حتى في مهنتي، مقدار الاهانه الذي يتعرض لها المواطن يعني، واللي غالبا لا تكون هناك محسوبية وواسطة، مواطن اعتيادي. نعم. وين القانون؟ وين نروح؟ هو صحيح يعني المشكلة الأبرز في القضيتين اللي تفضلت فيهم اللي هي قضية الإنصاف فيما لو ظلمت أنا سواء بسبب إجراءات مخالفة للقانون أو أخطاء أو خطايا، فبالتالي ينبغي أن أجد جهة تنصفني فيها. مش معقول يعني أنا بتجربتي في هذا النوع من مطالبات المواطنين وشكاويهم المتعلقة بموضوع الجنسية نسبة ما استطعنا تحقيقه من إنصاف فعلي لا تتعدى 1% من عدد الحالات التي عرضت علينا على مدار عقد من الزمن. يعني إذا بسترجع سجلات المركز الوطني لحقوق الإنسان من عام 2003 للآن، كم من حالة من الحالات زي اللي شاهدناها الآن وسمعنا عنها، كم حالة تم إنصافها فعليا وإعادة رقمها الوطني أو إعادة الوثائق التي سحبت منها بدعوى تطبيق قرار فك الارتباط؟ هي تعد بأقل من أصابع اليد الواحدة، يعني أقل من 10 حالات تم تحقيق نجاح فيها، وهذا أمر مش مقبول. إضافة إلى أن القضاء الإداري تحديدا محكمة العدل العليا هم يعني مصفين صيغتين أو 3 صيغ تصدر فيها قرارات محكمة العدل العليا، إما أن هذا القرار هو قرار سيادي وبالتالي لا يخضع للطعن وبالتالي رد الدعوة، وإما بيصير البحث عن بعض الأخطاء الشكلية بوكالة المحامي بصفة الخصم المرفوع عليه الدعوة وبالتالي أيضا يتم رد الدعوة عنها، وإما القرارات بتصدر بأنه هذا متولي السلطة مدير الأحوال المدنية عمل سلطاته وفق القانون التقديري اللي منحه إليها القانون وبالتالي لا معقب لمحكمة. يعني كأنه عليه تثبيت القرار من إداري إلى قضائي بالثبته. بالضبط. طيب يعني أستاذ طالب، دكتور محمد لك حق الرد على كل ما تفضل، لكن في عنا سؤال، هل هناك داعي لإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش؟ أعتقد دائرة المتابعة والتفتيش هي دائرة سيادية وتقوم بأعمال سيادية، وبالتالي هي الآلية الكفيلة دون تمكن العدو الإسرائيلي من خلق واقع جديد في المملكة الأردنية الهاشمية
وبالتالي أعتقد أن أي توجه لإلغاء هذه الدائرة يخدم إسرائيل أولا، وبالتالي سيؤدي إلى مساهمة غير واعية في تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي أعتقد وأعتقد أيضا أن قرار فك الارتباط يجب بلورته وتقديمه للإخوة الأردنيين والإخوة الفلسطينيين على أنه يستهدف الحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية. وهذا ما أكد عليه وأشار له بيان الأول من أيار للجنة الضباط المتقاعدين العسكريين، ليس المستهدف الإخوة الفلسطينيين أو التضييق عليهم، بل هو الدعوة إلى حوار هادئ بين الفعاليات ونخب فلسطينية ونخب أردنية، بعد أن أيقن الطرفان أن كلا من اتفاقية أوسلو واتفاقية وادي عربة لم تؤدي إلى أي نتائج إيجابية سواء لصالح القضية الفلسطينية أو الدولة الأردنية. ويمكن القول إن هاتين الاتفاقيتين قد أفلستا تماما حقيقة. وبالتالي ضمن هذا السياق، لأنه علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا أتى الفلسطيني إلى الأردن أصلا؟ ما سبب وجوده قبل الوحدة الفلسطينية الأردنية بين الضفتين؟ جاء الإخوة الفلسطينيون إلى الأردن هاربين من العمليات القصف الإسرائيلي، عمليات القتل، عمليات الذبح، المذابح التي ارتكبت في فلسطين. جاء الإخوة الفلسطينيون حاملين مفاتيح بيوتهم على مستنصرين وعرباء وإسلاماء، ويعتقدوا أنهم سيعودوا إلى بلادهم بعد أسابيع أو بعد أشهر. وعلى هذا الأساس جاءوا في وحدة جاءوا انتقلوا في وحدة. الوحدة يا سيدي الوحدة جاءت بعد وصول المخيمات، إنشاء المخيمات 1950. نعم. سيدي الوحدة. نعم. إذا سمحت أستاذ بسام، بس سؤالي إذا سمحت. نعم. أستاذ بسام، كيف يتفق أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية يحمل الجواز السفر الأردني؟ ليس فقط رئيس السلطة الفلسطينية، كيف يتفق مع الهوية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونخبة من قيادات الأمنية الفلسطينية حوالي 14؟ ماذا تقول؟ قل بصوت عالي، ما علاقة هذا الأمر بموضوع الهوية الفلسطينية؟ هذا أقول بصوت عالي، بصوت عالي وبصراحة، هذا عهر سياسي وإداري. شكرا لكم، شكرا على هذا الحوار دكتور محمد العتوم والأستاذ طالب الثقاف والأستاذ بسام بدري. شكرا لكم. السيدات والسادة، نلقاكم غدا في نبض البلد. إلى اللقاء. شكرا.